سكتت هذه الصرخة أو أسكتت عندما وضع الحوثيون أنفسهم أمام الاختبار الصعب بتورطهم الذي يبدو مؤكدا في هجوم فاشل وغير احترافي بصاروخين على المدمرة الأمريكية ميسون في جنوب البحر الأحمر. لم يمضي أكثر من ربع ساعة فقط على صدور بيان لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن الحادث حتى سارع الانقلابيون في صنعاء إلى نفي مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخين، واعتبروا الأخبار التي يتم تداولها عارية من الصحة. لكن بيان وزارة الدفاع الأمريكية أشار بوضوح إلى أن الصاروخين انطلقا من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون. أسبوع واحد فقط يفصل بين حادث الاعتداء على سفينة الإغاثة الإماراتية سويفت وبين أحدث اعتداء فاشل ينفذه الحوثيون على بارجة أمريكية. هلل الحوثيون لنجاحهم في استهداف الأولى وتبرؤوا من استهداف الثانية، لكن لهذا الحادث ما بعده من ترتيبات أمنية في هذه المنطقة الحساسة من العالم لن تكون مريحة بالتأكيد لهؤلاء الذين لم يتقنوا بعد فن اللعب بالأوراق أو خلطها. فهذا الممر الدولي الهام هو الذي استدعى تدخل التحالف العربي، وهو الذي سوف يضع حدا لهذه المغامرة في البحث عن السلطة وسط ركام من التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية. كان هذا الشعار وما يزال مجرد غطاء على العلاقات الخفية مع أمريكا التي سهلت للحوثيين مهمتهم، وهذا الشعار نفسه أصبح بعد هذا النفي السريع زائدا عن الحاجة ومجرد شعارات تقبح وجه صنعاء وتؤكد أن هذه المدينة التاريخية لا تزال حتى اللحظة أسيرة المجاميع الميليشياوية المسلحة وهي تشرف على إفراغ العاصمة من كل مظاهر الحياة.